متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة الأهلي والإسماعيلي بالجولة الأولى من الدوري المصري الجديد موسم 2018-2019، حيث تقام المباراة الخميس 2 أغسطس 2018. كما نقدم لكم القناة الناقلة للمباراة، وتقام المباراة على ملعب استاد السلام بمحافظة القاهرة مصر. وتقام مباراة الأهلي والإسماعيلي بالجولة الأولى من الدوري المصري الجديد الخميس 2 أغسطس 2018 في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر، وال11 مساء بتوقيت الإمارات، وال10 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، وال7 مساء بتوقيت جرينتش والمغرب. كما تذاع مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر عبر قناة النيل الرياضة وقناة أون سبورت اتش دي وقناة بيراميدز الجديدة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.